الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات اللام والتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم ومن خلال برنامج اللام والتي، برنامج المراه الطفل والاسره، واللي صباح مباشره يمكن لكم انكم تدخلوا للصفحه الرسميه ديال ميد راديو في الفيسبوك وتشوفونا لايف وتعرفوا على جميع برامجنا المتنوعه بالصوت والصوره مباشره من ميد راديو. اليوم من خلال فقرتنا فغادي نبداوها كالعاده بالشيوات اللام والتي. مشاركه معنا اليوم المستمعه الوفيه جدا للبرنامج، غادي نتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد لنا اليوم اللي هي المستمعه مليكه ام وئام. كذلك غادي نمشيو نتعرفوا على شكون المستمعه المحظوظه اللي شاركت وربحت معنا اليوم منتوجات تنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، بالاضافه لانه غدا ان شاء الله نذكروا كل اوفيائنا على سحب القرعه مباشره باش يتم اختيار شكون الفائزه اللي كانت محظوظه جدا واللي كان من نصيبها طاقم ديال الذهب. فغدا غادي نعلنوا على شكون المستمعه اللي ربحت معنا طاقم ديال الذهب دائما مهدات من اكسيت. غادي نقترح عليكم كذلك بعض العصائر وبعض التحليات اللي هما ساهلين وزوينين، يعني دغيا كيحضروا ديال المستمعه خديجه الشعبي اللي كان وجه لها تحيه كبيره، اقتراحات اللي هما ساهلين وبساط وفي متناول جميع السيدات. وكتحضر معنا الدكتورة الطبيبة المختصة في علاج أمراض المفاصل، العظام، العمود الفقري. اليوم موضوعنا الطبي غادي يكون حول تآكل غضروف الركبة، فمرحبا إلى عندكم أي تساؤلات طبية فيما كيتعلق بموضوعنا حول يعني المشكل أو الصعوبة اللي كتعاني منها في الركبة. غنتعرفوا أكثر على شنو هو تآكل الغضروف على مستوى الركبتين، وكذلك غادي ناخذوا المكالمات الهاتفية ديالكم إلى عندكم أي تساؤلات فيما كيتعلق في موضوعنا حول تآكل الغضروف ولا كل المواضيع اللي عندها علاقة بالمفاصل، بالعمود الفقري، بالعظام. يعني تواصلوا معنا، وأكيد على أنه الدكتورة حسنة عزمي مختصة، طبيبة مختصة في علاج أمراض العظام المفاصل والعمود الفقري، غادي تجاوب على كل تساؤلاتكم الطبية. كنجد ترحاب والتحية الصباحية على كل المستمعين الأوفياء وخاصة العدل التحقوا بنا اللحظة مباشرة في برنامج اللام والتي، برنامج المرأة بامتياز. وغادي نمشيو مباشرة عند المستمعة مليكة أم وئام وغادي نتعرفوا جميع على الشيوات والاقتراحات غادي توجدنا اليوم. صباح الخير مليكة. صباح النور في انا لاباس عليك، صبحتي؟ الحمد لله. كصبحتي انت لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بالمشاركه ديالك معنا وصباحك مبروك. تحيه ليك ولسميحه والمستمعات كاملين ديال ميد راديو. مرحبا بسلامك، شكرا لك مليكه. يخليك. المهم غنبداو باش يبقى لينا الوقت ان شاء الله، غنبدا لك بواحد جوج طويجنات ديال السردين كيجيو زوينين. اييه واخا. المهم انا غنعطيك المقادير على الطريقه. كنحتاجوا لواحد جوج بصلات كبار مقطعين هلاليات. اييه. كنحتاجوا شويه الملحه، شويه البزار، شويه الزيت كنديروا بلديه وروميه. ايه مخلطين. نص معلقه صغيره ديال القرفه ونص معلقه صغيره ديال السنيده. ايه. وبالنسبه للصوص كنحتاجوا جوج مطيشات مقطعين قطع صغيره. كنحتاجوا قزبور ومعدنوس، شويه الملحه، شويه البزار، شويه الخرقوم، حميرة، نص معلقة صغيرة ديال القرفة، نص معلقة صغيرة ديال السنيدة، واحد جوج فصوص ديال الثومة، والزيت مخلطة. والكفتة كنحتاجو تقريبا واحد الكيلو ديال السردين، كنقيوه وكنطحنوه، كنحيدو ليه الجلدة ديالو كنطحنوه، وكنزيدو عليه الربيع، شوية الملحة، وشوية الإبزار، شوية الزيت البلدية، حميره، وشويه القزبر حبوب تقريبا واحد المعلقه صغيره. والتزيين كنحتاجو نص كاس ديال الزبيبه، دا اختياري اللي ما كيبغيش الزبيب ممكن ما يديروش. المهم كنبداو بالسردين هو الاول، كنديروا ليه اليقامه ديالو، كنخليوه كنديروا كويرات وكنخليوه، كنمشيو لواحد المقله كنديروا جوج بصلات كبار مقطعين هلاليات، كنزيدوا عليهم الملحه والبزار والزيت والسنيده والقرفه، كنخليو هذيك البصله كتعسل يعني خصها طيب. من بعد كناخذوا تلاصوص هي كنطيبوها، جوج مطيشات مع العطريه، كناخذوا طاجين كنسطفوا البصله هي الاولى، فوق منها كنديروا مطيشه ودوك الكويرات ديال السردين، صافي كنديروا كلشي فوق النار
وفي الاخر كنزيدو نص كاس ديال الزبيب. ايه والماء تقريبا ما كنديروش غير واحد ربع كاس، اصلا الحوت كيطلق الماء ما كنكثروش الماء، صافي وكنخليوه تيطيب. هذا اختي سناء كيجي زوين، وعرفت وسهل. المذاق ايه ديال القرفه كيبدل المذاق ديال الحوت. واخا الله يعطيك نتمنى من الصحة، المستمعات ان أكيد شاء الله المستمعات إن شاء الله غادي يجربوها. يجربوا. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك يا الله ملكة. يخليك. غنعطيك عاوتاني واحد الطاجين بالسردين عاوتاني، ممكن نديروه معلب وممكن نديروه على شكل طاجين. ايه المهم على شكل طاجين كنديروه عاوتاني كفته ديال السردين تقريبا واحد الكيلو، كنديروا الثومه غبره ضروريه حيت الاخرى كتكون مجهده شويه، كنديروا شويه التحميره، شويه الكمون، شويه البزار، شويه الملحه، قزبر حبوب، ولاصوص كنحتاجو 2 معالق كبار ديال المطيشه ديال الحك، شويه الربيع، شويه الثومه، الكمون، شويه سكنجبير، وتقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه كتعطي المذاق، والتحميره، والحامض مسير تقريبا غير 4 حامضه، ورقه سيدنا موسى، شويه الزعتر كنحكوها بين يدينا، ونص كاس ديال الماء، ونص كاس ديال الزيت بلديه. ولا بغينا نديرو في طاجين راه غنديرو في فلام شويه مقطعه شرائح والزيتون حمر. صافي يعني كناخدو الكفته ديالنا كنديرو ليها الثومه غبره مع التحميره، الكمون، البزار، الملحه، والقزبر حبوب، كنديرو كويرات، كناخدو طاجين كنديرو فيه 2 معالق ديال المطيشه ديال الحك، معالقه ما كلها، ورق سيدنا موسى، والحامض، وزعتره، ونص كاس ديال الماء، كنخليو هاديك لاصوص تتعقد شويه، عاد كنزيدو عليها السردين، وكنزينو بالفلفل مشويه والزيتون. هذا بالنسبه للطاجين. بغينا نديروه معلب باش نحتفظو به في الثلاجه، كنديرو غير لاصوص بوحدها، 2 معالق كبار ديال المطيشه ديال الحك، كنزيدو الربيع والثومه والكمون، سكينجبير، الهريسه، والتحميره، والحامض مسير، ورقه سيدنا موسى، وزعتره، ونص كاس ديال الماء، كنديروه في الطنجره. هاد لاصوص كنديروه في الطنجره، من بعد كنستفو كويرات ديال السردين وكنسدو عليه تقريبا واحد ربع ساعه تكون البوطه مهيله. صافي من بعد ملي كيبرد كنديروه هكا في سوبيرات وكنحتفظو به في الثلاجه. يعني جوج طرق مختلفين طرق، يعني ساهلين. اللي بغى في الطاجين كيزيد في الفلام شويه من الفوق يجي زوين، حامض مسير، الحامض مسير، واللي بغى هكا معلب راه كيحتفظ به هكا في قريعه ونحتفظوا به في الثلاجه، وكما بغينا راه كنجبدوه. ايه فعلا. غنمشيو لواحد الروز بالدجاج حتى هو كيجي زوين. الروز بالدجاج واخا. غنحتاجو واحد الكميه ديال الدجاج تقريبا نص كيلو على حسب الاشخاص. غنقطعو شويه طريفات كبار، غنديرو معاه شويه الملحه، غنديرو الابزار، غنديرو الخرقوم، سكينجبير، شويه التحميره، والثومه، والربيع، واحد الضامه ديال البنه بالمذاق ديال البقري، وشويه الزيت بلديه وروميه. هادشي كامل كنشحروه مع داك الدجاج مع شويه الماء باش ما تحرقش لينا العطريه. من بعد كنزيدو 2 مطيشات محكوكين ومعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك. صافو كنرويو، كنديرو تقريبا واحد نص لتر ديال الماء، ما كنكتروش الماء، كنخليو هاد الدجاج كيطيب غير نص طيبه ما كيكملش الطياب. من بعد كنحيدو الدجاج، كنخليو هذيك المريقه تسخ تتوقف ما يبقاش فيها الماء كثير. كناخدو الرز تقريبا 1 جوج زلايف ديال الرز، كنسلقوهم حتى هما سلقه، ما نخليوهش يطيب بزاف غير شويه، كنشللوه باش يتحيد منه داك النشا، كنديروه مع داك لاص هذيك لاصوص اللي بقات لينا ديال المطيشه، كنحركو داك الرز مزيان، كناخدو الكسكاس ديال البرمه كنحطو فيه الدجاج هو الاول من تحت، وكنخويو عليه هذاك الرز، وكنديرو كلشي كيفور باش كيكمل الرز طياب والدجاج هو حيت ما طابش بزاف. كنخليو تقريبا 45 دقيقة هكاك صافي كيوجد. ملي كنبغي نقدمو كنديرو طبق التقديم وكنقلبو هذاك الكسكاس،
يعني الرز كيكون لتحت وفوق منه داك الدجاج، يعني ما كنستفوه ما والو، كيكون هو اصلا ديجا سميتو الدجاج كيكون الفوق، كنقدموه في طبق التقديم وكيجي زوين اختي سناء. اييه غديوه سهله والعشيوه سهله، لا سهلة تكس حق. والعشاء اييه والله إلا بالرز كيجي والدجاج زوين. كيجي زوين آه فعلا، صحكم. حتى الوليدات تيبغيو الرز بالدجاج صراحه. وكيجي زوين الصراحة، كان العشاء اييه خفيف ودغيا اييه كيوجد. واخا. غنعطيك واحد العجينة ديال البيتزا اختي سناء، حتى هي كتوجد، واللي بغى يديرها في المجمد حتى هي سهلة. أنا اختي كندير غير الطحين فورس، كمية ديال الطحين، ايه وكندير زيت العود وشوية الملحة والخميرة حبيبات، من ايه الأحسن الخميرة حبيبات ما كتكونش فيها الريحة، شوية زعترة والمدافي. ايه كنعجنو العجينة ديالنا، خاصها تعجن مزيان، كنخليوها تخمر، كندهنوها بشوية الزيت وكنخليوها تخمر. من بعد كنديروها كويرات صغيورين وكنقرصوها تكون رقيقة، ايه وكنطيبوها في المقلاة الثقيلة بحال غير كنصهدو العجينة، ما كطيفش ما كتحمرش لينا بحال الشكل ديال البطبوط، غير ايه هي كتبقى بيضة صافي. يعني ملي بحال غير حطناها كتوقف شويه مشد غير كتشد، ما كتوقف كتبقاش ما عجينه. تبقاش عجينة من الداخل ايه صافي. وكنغطيها بشي منديل باش ما تيبسش لينا العجينة، باش ما تقساحش صافي. ملي كنكملو كان اما كنديروها في المجمد، ديروها بلاستيكات وكنخليوها احتفظوا وقت اللي بيها. ما بغيناها كنجبدوها. انا ديك الساعات كنخليها تتبرد، كنوجد الحشوه ديالي هذيك اختياريه اللي بغات السيده، كندهنو بصوص طوماط، كنديروا الحشوه وكندخلوها للفران، يعني ما كنخليوهاش بزاف باش تكرم لينا في الفران، اصلا ديجا طايبه غير كيدوب هذاك الفرماج كنخرجوها، يعني كتكون بحال ديال الزنقه، كتكون رقيقه وما كتقهمش، ما فيها لا زبده لا والو. وبهالطريقه ما كتجيش قاصحه، يعني كيف ما لا قلتي ما لي، الا كتجيش خدات طياب قاصحه بزاف اختي سناء، عندك الحق. كتجي بحال البطبوط، يعني اييه بحال العجينه مزيان. ديال البطبوط خصها تكون مرقيه شويه، وكنخليوها تخمر عاد كنقرصوها، وضروري نغطيوها، ما نخليوش العجينه ملي سميتو البيتزا ملي كطيب ضروري نغطيوها باش كيرجع ليها داك الصهد وكتبقى رطبه. اييه المهم غنمشيو دابا لواحد الكيكه بالتمرته، هي كتجي زوينه كيكه ومعلكه. بالتمر مزيان. غنحتاجو لواحد ربعة البيضات، كاس صغير ديال الزيت، كاس صغير ديال السنيده، يعني اللي ما بغاش السنيده ممكن يحيدها، المهم انا درت غير كاس صغير ديال السنيده ديك ديال اتاي. غنديرو كاس ديال القهوه مقطره تكون بارده، غنديرو نص معلقه صغيره ديال القرفه، كاس ونص ديال المعجون ديال التمر داك اللي كيتباع، 5 المعالق كبار ديال الكاكاو، ثلاثة الخمارات، والطحين حسب الخليط، الخليط كيكون تقيل شي شوية حيت فيه التمر. والتزيين كنحتاجو اللوز إيفيلي ولا قرقاع ولا زبيب ولا تمر مقطع، يعني اللي عندنا في الدار. ايه على حسب اللي متوفر. غناخدو الطريقة، كنديرو 4 البيضات في واحد الخلاط كهربائي، كنزيدو كاس ديال السنيدة كنخلطو مزيان، كنزيدو كاس صغير ديال الزيت كنطحنو مزيان، كنزيدو ديك القهوة خاصها ضروري تكون باردة باش ما طيبش لينا البيض، غنزيدو هداك كاس ونص ديال التمر باش ما يبقاش لينا مكور، كنطحنوه مزيان، كنزيدو 5 المعالق كبار ديال الكاكاو، كنحيدوه في واحد البول، كنزيدو الطحين وثلاثة الخمارات صافي. كناخدو المول ديالنا كندخلو كندهنوه بالزبدة ونرشو عليه الطحين، كنكبو هاد الخليط وكنديرو فوق منو اللوز إيفيلي ولا الكركاع، نحاولو داك اللوز ولا الكركاع نديرو معاه شوية الطحين باش ما كيهبطش لينا لتحت، ونغربلوه عاد كنديروه الفوق وكندخلو سميتو الكيكة ديالنا الفران. هذا اختي سناء راه كتجي معلكة كتجي وزوينة، زوينة بالتمر. ممكن اللي ما بغاش السنيدة، يعني اللي ما كيبغاش السنيدة يحاول يحيد السنيدة. ملي كنخرجوها من الفران كنديروا عليها خطوط بالمركز سميتو بالحليب المركز المحلى، اييه يعني واخا كتزين من الفوق. كاينه عاوتاني وحده بالشوفان والبسكوي، هذه بلا طحين حتى هي كتجي زوينه. غنديروا 3 ديال البيضات، اييه نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، اييه 1 كاس ديال الحليب، 4 المعالق كبار ديال الشوفان، كناخدو الشوفان كنحمروه، نحاولو ما نحرقوش حيت هو خفيف دغيا كيتحرق لينا، كنخليوه حتى يبرد وكنطحنوه. اييه كناخدو 1 ساشي ديال الفاني، 2 ساشيات ديال الكاكاو،
جوج باكيات ديال لي بيسكوي داك الاحمر والخضر ديال 2 دراهم ماشي ديال درهم، والمكسرات كنحتاجو زبيب رقاع اللوز الكاوكاو اللي عندنا في الدار. يعني الطريقة العادية كنديرو 3 البيضات مع سنيدة والزيت والحليب، وداك الشوفان حتى هو كنخليوه حتى الاخر مع البيسكوي، كنديرو في واحد البول كنزيدو البيسكوي وداك الشوفان حتى هو كنزيدو والخمارات، وكنديرو عاوتاني في المول كنزيدو من الفوق زبيب قرقاع اللوز الكاوكاو اللي عندنا في الدار، وكندخلوها حتى هي الفران. ملي كطيب كناخدو واحد شويه الشوكولاتة تقريبا واحد 10 ديال المربعات ديال الشوكولاتة كحل، كنديرو معاهم واحد ياغورت ديال الشوكولاتة، وكنزينو من الفوق. ملي كطيب لينا الكيكه كنزوقوها بهذا الخليط، وكنديرو اما اللوز افيلي من الفوق ولا قرقاع ولا اللوز اللي عندنا في الدار. هذه حتى هي كتجي زوينه اختي سناء، ولكن ضروري 2 باكيات كبار باش ما يجيناش الخليط جاري، و4 المعالق كبار ديال الشوفان ضروري حتى هو يكون محمر ومطحون. واخا غنمشيو دابا لواحد بسبوسه فرديين حتى هما كيجيو زوينين. تفضلي. غنديرو 2 بيضات، كاس ديال السنيده، 2 بيضات، كاس سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال الحليب، نص كاس ديال الماء، واحد ستاشي ديال الفاني، كنلسمو بالقشور ديال الحامض، زلافة ديال السميدة رقيقة، وزلافة ديال الطحين، وجوج خمارات. والتزيين كنحتاجو شوية العسل وشوية الكوك ولا اللوز إيفيلي. يعني الطريقة يعني العادية كما كنخلطو الكيك كلشي كنديرو، هاديك كلشي كنديرو في الخلاط الكهربائي، الطحين والسميدة، يعني كلشي كنخلطوه من بعد كنكبوه في مولات فاضيين. من الأحسن هادوك اللي كيكونوا مشنفين من الجناب كيكونوا زوينين، من اللي كيطيبو كندهنوهم بالعسل وكنرشو عليهم الكوك ولا اللوز إيفيلي. اييه كيجيو فرديين، كيجيو زوينين وفرديين. من اللي كيكونوا فرديين اختي سناء ما كينشفوش دغيا، اييه بحال كبيره كان غير كنقطعو الا ما تكالش يعني في وقتها. صحيح. وحتى الوليدات ممكن يديوها معاهم المدرسه بكل سهوله، من تيكونوا فرديين يزعموا عليهم كثر احسن من الطرف مثلا. تبارك الله عليك ملكه، ربي يخليك. باقي الوقت؟ اييه واخا ضيفي لنا اقتراح. غنعطيك واحد، كاينه غريبه بالليمون وكاين واحد الفلون بلا فران وعصير، شوفي اللي يعجبك. واخا ناخذوا الفلون، بداو بفلون وناخذوا غريبه. المهم هذا فلون بلا فران. غنحتاجوا الكراميل تقريبا واحد الكاس ديال السنيده، كنديروه في مقله ما كنحركوهاش، كنخليوه حتى تيولي كراميل، كنديرو حتى هما في مولات فرديين. اييه كنخليوه، كنمشيو لواحد كندير واحد الكاسرونه كتكون كبيره، كنديرو فيها اطرو ديال الحليب، 2 بيضات، 3 الفلون ديال الفاني غير هذاك ديال الدرهم، ديال الدرهم داك الزرق الصغير ديال الدرهم. واخا ثلاثة. اييه وواحد 4 المعالق ديال السكر، 3 المعالق ديال الحليب غبرة، وواحد الساشي ديال الفاني. اييه كنديرو كلشي فوق النار وكنبداو نحركو، كنبداو نحركو باش كيذوب لينا داك الحليب مع السنيدة، غير كطلع فيه الغلية كنكونو موجدين هذاك الكراميل في طويسات اللي غنكبو فيه الفلون، صافي غير كنخويو في البلاصه اختي سناء كيجمد هذاك الفلون، يعني ما كيبقاش جاري. صافي كنديرو في الثلاجه ملي كيبرد كنقلبو هذوك ليمول في طبيسلات وكنزينو باش ما بغينا اللوز ولا قرقاع ولا اللي عندنا في الدار. يعني هذا ساهل ما كيحتاج لا فران لا والو، كيجي زوين. واخا الغريبه بالليمون غنحتاج، هذه كتخرج كميه كبيره اختي سناء وزوينه دابا في البرد. اييه ومزيان دابا مع قلنا وقت الليمون والمندرين خصنا يعني نستغلوه، يعني احسن استغلال في جميع الشيوات. واخا غنحتاجو لواحد 250 غرام ديال الزبده، غير المارغرين. غنحتاجو 3 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السنيده، 3 الكيسان ديال الزيت، قشور 3 الليمونات كنحكو غير القشره، زلافه ديال الكوك، واحد الساشي ديال الفاني، وخماره واحده ديال الحلوه. التزيين كنحتاجو لواحد القرعه ديال الكونفيتير ديال المشمش هذاك ديال الحلوى الجاري، والعصير ديال 3 الليمونات هذوك اللي حكينا،
يعني الليمون الكبير كنحكوا هذاك دوك 3 الليمونات والعصير ديالو كنحتفظوا به. ايه والتزيين كنحتاجوا للكوك الطريقه، يعني كنخلطوا جميع المقادير، كنديروا 250 غرام ديال الزبده مع سنيده، حتى كتذوب لينا السنيده كنزيدوا الزيت مع 3 ديال البيضات، قشور ديال 3 الليمونات، زلافه ديال الكوك، ساشي فاني، والخماره. ايه كنديروهم كويرات صغار بحال ديال ريش بوند، غير هذه كتجي زوينه احسن من ريش بوند. ايه صافي كنديروها في لاطه، كندخلوها للفران، كنوركو عليها شويه باش ما تبقاش مكركبه، نوركو عليها غير بشي طابع عندنا في الدار، وكنخليوها كطيب. ملي كطيب كناخدو قرعه ديال الكونفيتور كنديروها في واحد الكاسرونه، كنزيدو عصير ديال 3 الليمونات، كنخلطو كلشي تقريبا واحد 5 دقائق غير باش كيغلى لينا داك الخليط. كنخرجوا سميتو الحلوه ديالنا من الفران، كندوزوها في الكونفيتور مع الليمون، وكنمرمدوها في الكوك. هذه اختي سناء كتجي زوينه والملح واخا ديالو كتخرج. مليكه غادي تسمحي لي الا سمحتي، مستمعات في الواتساب قالت لك عافاك دابا عاد سمعت غير بعض المقادير من الغريبه، وبغيت انني نحضرها، الا سمحتي تعاوديها لي مباشره مره اخرى. اها واخا اختي ماشي مشكل. يلا شكرا، الله يجازيك بخير. يعني على حسابي. لا لا تبارك الله، جربوها يعني راه كتخرج كميه كبيره تبارك الله، وخصنا ضروري نديروها في الثلاجه. ايه واخا، يعني كنصيحه باش ما تغمرش لينا حيت فيها الكونفيتور. المهم غنعاود المقادير، فيها 250 غرام ديال الزبده مارغارين، فيها 3 ديال البيضات، ايه 2 كيسان ديال السنيده، 3 الكيسان ديال الزيت، قشور 3 الليمونات كنحكو غير القشره، كنديرو زلافه ديال الكوك، واحد الصرشي ديال الفاني، وخماره وحده، والطحين حسب الخليط. راه سينا الطحين اختي. ايه المهم العجينه كتكون مرخوفه شويه، يعني ما كتكونش قاصحه. المهم تقريبا 1 كيلو ديال الطحين كنخليو حدانا، وكنبداو نهزو حفنه بحفنه حتى نشوفو العجينه تجمعات لينا. كنديروها كويرات، ما يكونوش كبارين بزاف حيت كتنسخ في الفران، ونحاولوا يعني مرشم يكون عندنا في الدار عادي، كنوركو عليها غير باش كتهبط ما كتبقاش واقفه. كنديروها في الفران، ملي كطيب كناخذوا واحد الكاسرونه كنديروا فيها قرعه ديال الكونفيتير صغيره، كنزيدوا عليها 3 الليمونات معصورين، هذوك اللي درنا في العجين كنعصروهم، كنزيدوهم مع الكونفيتير، كنخليو كلشي كيغلى تقريبا واحد 5 دقائق. ملي كتخرج لينا الحلوه ديالنا من الفران، كنحاولوا ندوزوها في هاد الكونفيتير، نخليوها تشرب شويه، غير شويه ماشي بزاف، وكندوزوها في الكوك. كنديروها في بواطه وكنحتفظوا بها في الثلاجه، غير تحت في الثلاجه باش ما كتغمرش لينا. يعني راه كتجي زوينه اختي سناء وسهله، ما فيهاش مقادير، وكنتمنى من المستمعات يجربوها ان شاء الله. ايه واخا الله يعطيك الصحه على الغريبه وعلى كل هاد الاقتراحات. مستمعه دابا عاد كنقرا في اللايف مباشره في الفيسبوك كتقول لك راه نسات الطحين، صح حنا راه عاودنا الوصفه ربي. يعني راه نسيت انا الطحين، داكشي باش قلت لك وفيها خير من المستمعه قالت لنا نعاودوا، واكيد يعني دائما الحلويات راه كيكون فيهم الطحين، ولكن مزيان اننا نوقفوا على جميع المقادير يعني بطريقه مضبوطه. كنحاول ديما ما امكن نقول يعني المقادير غير في شويه عليا، وفي الليل ضروري كنكتب المقادير باش ما كننساش. ايه وكنتمنى من المستمعات. الله يعطيك الخير، شكرا يعني لك بزاف، ربي يخليك. باقي واحد لك العصير ديال الليمون اختي سناء. يلا واخا ما نخليوش بوحدو داك العصير، وان كان فينا الوقت ولكن ماشي مشكل. يعني غنحتاجو غير 8 المندرينات كننقيوهم، كنديروا معاهم واحد الحامضه بقشورها، من الاحسن يكون هذاك الحامض البلدي. ايه وكنديروا السنيده حسب الذوق والماء الكافي. ايه يعني كلشي كنديروا في خلاط، كنقيو داك الليمون كنقطعوه، كنزيدو عليهم حامضه بقشورها كنقطعوه، كنحيدو غير العظومه، كنديروا السنيده حسب الذوق، وكنديروا الماء، كلشي كنطحنوه مزيان. إيه؟ وكنقصيوه بالصفايه ديك الحمراء، وكنديروا في الثلاجه. هذا اختي سناء ما خصوش يبقى بزاف حيت كيمرار مع الوقت، يعني غير نص ساعه قبل الماكله كنوجدوه حيت فيه الحامض، الا خليناه بزاف كيطلق ديك المروره. ايه واخا تبارك الله عليك اختي سناء، وصباحك مبروك. الله يعطيك الصحة. كامل. مرحبا بسلامك، شكرا لك بزاف ملكة أمي آم على كل هاد الشيوات والاقتراحات اللي وجدتينا اليوم، وأكيد على أنه المستمعات غادي يكونوا سجلوهم ونعاودوهم إن شاء الله في حلقات مقبلة.
كنجو ترحاب وتحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو ثلاثة ديال التحليات وعصائر اللي هما ساهلين وغادي يعجبوكم بزاف. وتحيتنا للمستمعة صاحبة هذه الاقتراحات خديجة شعيبي. بالنسبة لأول اقتراح واللي هو اللي بغينا نقولوا تحلية بالتمر، هذا كيجي زوين وغادي يعجب وليداتكم بزاف. غادي نحتاجوا 12 حبة ديال التمر، يكون معسل يكون رطب مقطع لطريفات صغيرين، نص سيترو ديال الحليب، وواحد فلون يعني بالنكهه ديال الكراميل. الكراميل كيمشي مع التمر. غادي نحتاجو قلنا في المقادير تقريبا واحد 12 14 حبه ديال التمر يكون رطب معسل مقطع طريفات صغيرين، نص سيترو ديال الحليب، وواحد فلون العادي يعني داك الكبير العادي بالنكهه ديال الكراميل. هادو هما ثلاثه ديال المقادير. غادي ناخدو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نطحنو داك التمر مع الحليب، اكيد التمر كنحيدو ليه النواه ديالو داك العظم ديالو، نقطعو طريفات صغيورين، نختارو التمر اللي هو رطب يعني اللي معسل، نقطعو طريفات صغيورين، وغادي نديرو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وغادي نطحنوه مع السيترو ديال الحليب. ملي غادي نطحنوهم مع السيترو ديال الحليب نديروهم في واحد الكاسرونه، من الكاس الخلاط الكهربائي غادي نخويو داك الحليب والتمر في كاسرونه، وغادي نديروهم مع الفلون بالنكهه ديال الكراميل على عافيه مهيله، ونبقاو نحركو حتى كيغلي لنا داك الخليط. هذه هي الطريقه. فقلنا ثلاثه ديال المقادير، 12 حبه ديال التمر معسل محيده لي النواه ديالو مقطع طريفات صغيورين، نص سيترو ديال الحليب، وواحد فلون بالنكهه ديال الكراميل. قلنا داك الفلون الكبير ماشي الصغير، لانه كاين الصغير تقريبا يمكن كيدير 36 ولا 40، وكاين هذاك اللي كبر منه، فناخذوا داك الفلون بالنكهه ديال الكراميل اللي كبير. بالنسبه للطريقه هو انه غادي ناخذوا داك 12 ولا 16 حبه ديال التمر معسل، غادي نحيدوا لي النواه ديالو، نقطعوا طريفات صغيورين، وغادي نديروه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي مع داك نص سيترو ديال الحليب. غادي نطحنوهم بجوج، هذاك التمر مع الحليب. ملي كيطحن لينا الخليط مزيان كنخويوه من الكاس الخلاط الكهربائي، كنخويو هذاك الخليط ديال التمر والحليب كنخويوه في كاسرونه تكون متوسطه، وغادي نديروا معاها هذاك الفلون بالنكهه ديال الكراميل، ونديرو فوق العافيه مهيله، وحنا تنحركو عافيه مهيله وحنا تنحركو حتى كنشوفو الخليط بدا كيعقد وبدا كيغلي لينا، يعني بدا كيغلى بحال الحليب. ملي كيغلي لنا داك الخليط صافي مباشره كناخدو يعني كؤوس ولا زليفات، كؤوس ديال التقديم ولا زليفات، وكنخويو هذاك الخليط وكندخلوه للثلاجه حتى كيبرد لينا مزيان، وكنقدموه. ملي كنبغيو نقدموه عندكم مثلا الكونفيتور ديال التمر ممكن انكم ديروه من الفوق، عندكم هذاك السيرو تحلاوت يعني اللي معروف في الاقاليم الجنوبيه واللي تبارك الله عطيناه بزاف د المرات ونعاودو نذكرو لانه مفيد بزاف للوليدات، ممكن اننا نديروه من الفوق. عندكم صلصه الكراميل في الدار، ممكن ديروا مكسرات لانه التمر كيمشي مع المكسرات بحال الكاجو بحال الكاكاو مهرمش بحال اللوز، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم. هذا الطريقه ديالو سهله وكيجي زوين بزاف كتحليه كديسير. بالنسبه للعصير الثاني، غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدو العصير ثلاثه ديال البنانات، وكاس ديال عصير ديال الليمون، ثلاثه ديال خيزويات مسلوقين، ونحتفظوا بالماء اللي سلقنا فيه هذاك خيزو، بربه وحده حتى هي مسلوقه، وشويه ديال السكر سنيده. اما تحليو بالعسل، اما تحليو بالتمر، اما تحليو تخليو كيف ما هو الحلاوه الطبيعيه ديال هاد البربه وخيزو والليمون، كيف ممكن انكم ديروا مثلا سكر سنيده ولا السكر الاشقر على حسب الرغبه واللي متوفر واللي تعجبكم. فهذا المقادير ديال العصير كيجي زوين بزاف. قلنا ثلاثه ديال البنانات، وكاس كبير ديال عصير ديال الليمون، ثلاثه ديال خيزويات مسلوقين، ونحتفظوا بالماء اللي سلقنا فيه داك خيزو، بربه وحده تكون كبيره ولا متوسطه في الحجم ديالها حتى هي مسلوقه من قبل، غير هو يعني ما كنستعملوش الماء ديالها، وشويه ديال السكر سنيده او العسل باش نحليو. غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي وكنديروا فيه هذه المقادير كامله. كان يعني كاس الخلاط الكهربائي كنديروا ثلاثه البنانات، كاس كبير ديال عصير الليمون، ثلاثه ديال خيزويات ومسلوقين من قبل، ونزيدوا كذلك حتى الماء ديالهم اللي سلقنا فيه، بربه وحده حتى هي مسلوقه مقطعه لطريفات صغار، وشويه ديال السكر ولا نحليو باش ما بغينا بالعسل بالتمر بفاكهه، يعني على حسب نحتفظوا يعني نكتفيو غير بالفاكهه الحلاوه ديالها ديال الليمون وخيزو البربه، نختارهم حتى هما يكونوا حلوين، وكنطحنوا كل شيء. هذا الشيء كيجي عصير اللون ديالو اللون ديال البربه، كيجي اللون ديالو احمر وكيجي زوين بزاف، والطريقه ديالو سهله والوليدات غادي يعجبهم بزاف، ونتمنى انكم تجربوه. غادي نختموا بعصير اخر حتى هو غادي يعجبكم بزاف، فيه نص سيترو ديال الحليب وجوج ديال البنانات يكونوا كبار في الحجم ديالهم، معلقه كبيره ديال سنيده اولا ديال العسل، وواحد ياغورت كريمي ديال يعني الكراميل، واحد يعني ياغورت ديال الكراميل. هادو هما المقادير. الياغورت الكراميل كيمشي زوين مع البنان،
فغادي ناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نديروا فيه دوك جوج بنانات يكونوا كبار في الحجم ديالهم، واحد ياغورت بالنكهه ديال الكراميل، نصيطرو ديال الحليب والحلاوه على حسب الذوق، وغادي نطحنوا هذا الشيء كله. يعني في الكاس الخلاط الكهربائي نطحنوا دوك جوج بنانات مع نصيطرو ديال الحليب مع معلقه كبيره ديال السكر سنيده ما نكثروش الحلاوه، ومع واحد ياغورت كراميل. الا ونطحنوا هادشي كله كنحصلوا على العصير اللي اللون ديالو بحال كراميل وكيجي زوين بزاف. بغيتوا انكم تضاعفوا المقادير ديك الساعه، نديروا مثلا واحد ثلاثة ديال البنانات واطرو ديال الحليب، ونديروا جوج ياغورت بالنكهه ديال الكراميل، راه كيجي زوين بزاف. نفس الطريقه تعودوا الياغورت كراميل تعودوا بالشوكولات، تنعرفوا الوليدات عز عليهم يعني الياغورت ديال الشوكولات، نفس الطريقه وكيمشي مزيان مع البنان، هو انو ناخذوا نصيطر ديال الحليب او لا اطرو ديال الحليب، وناخذوا جوج ياغورت بالنكهه ديال الشوكولات، ونديروا يعني جوج بنانات، وهكذا الوليدات غادي ياكلوا البنان وبالمذاق ديال الشوكولات. هادو تحليات وعصائر اللي هما ساهلين، وبنفس الطريقه ديروا الياغورت ديال الكراميل، ياغورت ديال الشوكولات، حاولوا انكم تنوعوا شويه، ودائما كندخلوا الفواكه اللي تيبغوا الوليدات، والمزيد من الاقتراحات والعصائر والتحليه ان شاء الله غادي نزيدوا نقدموها لكم في حلقات مقبله دائما من خلال برنامج لاله مولاتي. لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقراتنا المتنوعه في برنامج لامولاتي، برنامج المراه الطفل والاسره. ما تنساوش على انه يمكن لكم انكم تدخلوا مباشره للصفحه الرسميه لميد راديو وتشوفونا لايف، ويعني تنزلوا التعليقات ديالكم والتساؤلات ديالكم الطبيه بحضور الدكتوره حسنه عزمي، طبيبه متخصصه في علاج امراض العظام المفاصل والعمود الفقري. اهلا بك دكتوره، لاباس عليك؟ صباح الخير. صباح النور. الله يبارك فيك. مرحبا المستمعات والمستمعين. مرحبا. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على تآكل الغضروف على مستوى الركبتين، واكيد على انه بزاف ديال الاشخاص كيعانيوا من هذا المشكل، ولكن ما تيعرفوش يعني شنو الطبيعه ديال هذه الصعوبه المرضيه اللي بغينا نقولوا، خاصه في هذه الفتره ديال البرد. مشكوره جدا بالحضور ديالك ان شاء الله في حلقات غادي نعرفوا معاك بزاف ديال الامور فيما كيتعلق بالعمود الفقري، يعني بالعظام بالمفاصل، لانه هادو الامراض ديالها كيتداخلوا، فضروري متخصص جدا هو اللي غادي يحاول انه يميز لنا ما بين هاد الامراض. الله يعافي الجميع. فاليوم حنا كنتكلموا على تاكل الغضروف ديال الركبه. قبل نبغيو نعرفوا الناس شنو هو بعدا اصلا يعني هذاك المفصل ولا ذاك العظم اللي تيكون في الركبه. الوغ تماما، قبل ما نتكلموا على هاد لاختروز اللي هي كتخص الركبي، دونك هذا هو يعني لو سوجي نتاع اليوم. اول حاجه غادي نفسروا للناس بعدا اشنا هو المفصل، لان كاين واحد الخلط الناس تيخلطوا ما بين المفصل وما بين العظم، وهما جوج الحوايج اللي هما يعني مفرقين. مفرقين فعلا. فالمفصل هو الملتقى ديال جوج عظام، يعني فين ما كيتلاقاو جوج عظام هذاك المكان كنعيطوا له مفصل. والمفصل لاش يعني اشنا هو الدور ديالو؟ هي الحركه، لان كل ما كانوش عندنا المفاصل ما غاديش يمكن لينا نتحركوا ماشي بسلاسه. فوالا، لان ماشي بالعظام باش كنتحركوا، كنتحركوا بالمفاصل. واخا. الوغ الخاصيه نتاع المفصل نتاع الركبه هو ان هاد المفصل هذا كيمكن يدير جوج حركات، وراه كلشي عارفه، يعني كيمكن لينا نتنيو الركبه ديالنا ونسرحوها، يمكن لنا شي ندورو الركبه ديالنا ما كدورش داكوغ مثلا. فعلاش هاد المفصل نتاع الركبه كيمكن يدير غير هاد جوج الحركات؟ لان كاين واحد العدد ديال المكونات في هاد المفصل من غير هادوك جوج عظام اللي تكلمنا عليهم. كاين شي جليدات كاينين في هاد المفصل اللي هما تنعيطوا لهم لي مينيسك، وهاد الجليدات هما اللي تيجعلوا كيعطيو واحد التوازن لهاد المفصل، وتيجعلوه انه يبقى شاد المكانه ديالو. كاين عصبات لي ليغامون فهما شادين هذوك جوج عظيمات، فوالا. وكاين واحد الماده اللي كتواجد ما بين داك جوج عظام اللي هو الغضروف، هو القروش، هي ديك لاكريس، هي يعني كاين واحد العدد ديال الاسماء اللي تنعطيوها المصطلحات كنستعملوها. تنقولوا القروش اييه فوالا، راه هو هذا. الوغ هذا المرض هذا اللي تنتكلموا عليه اليوم تيخص هاد الغضروف ولا هاد القروش اللي كيتواجد ما بين هاد جوج عظام اللي كاينين في الركبه. ياك. فمنين تيبدا تيتكال هذاك الغضروف ولا هاد القروش،
اشنو تيوقع؟ تيوقع انه هذوك العظام كيتقاربوا مع بعضياتهم، هما كيكونوا مبعدين حيت طبيعي تيكونوا متباعدين، كاين واحد كاين مسافه ما بيناتهم اكزاكتومون ما بين هذوك جوج عظيمات. فمنين هذاك الغضروف كيبدا كينقص كيبدا كيتكال كيوليو داك جوج عظيمات كيبداو كيتقاربوا. رانا ملي كيتقاربوا بزاف كيوليو كيتحكوا، منين كانت نيون نسرحوا الركبه كيوليو كيتحكوا، منين كيتحكوا يمكن يعطيونا الالم. يعني هذا هو اللي كيتسمى التآكل ديال الغضروف، يعني من داك الاحتكاكات مره على مره مره على مره لمده طويله كيعطينا داك التآكل. تماما. تآكل الغضروف ديال الركبه حاجه، وكيكون مثلا على مستوى الركبه امراض اخرين بحال مثلا التهاب ولا يعني ممكن، ولكن بطبيعه الحال لان احنا كما قلنا انا مغير الخص الامور، ما كاينين هذوك الجليدات اللي تكلمنا عليهم لي مينيسك، حتى هما هذوك يمكن يوقع فيهم مشكل. لي ليغامون داك العصبات اللي هما كاينين في الركبه حتى هما كيمكن يوقع فيهم مشكل. دونك على حسب اشنو كاين واشنو اللي تقاس كيكونوا عندنا بيان سور اعراض. يعني ما كاينش غير تاكل الغضروف على مستوى الركبه، ان شاء الله ربما في حلقات مقبله ونفصلوا فيهم اكثر. من تاكل الغضروف ديال الركبه واش عنده شي اسباب معينه الواحد ياخذ الاحتياط ديالو؟ كاين شي سن معين؟ لانه دائما كاين بعض الامراض اللي كنقولوا حتى كيوصل لواحد السن معين، يعني تقدم في السن عاد ممكن يشهد الامراض. تماما، يعني بيان سور كاينين الاسباب، ما يمكنش هاد التاكل ديال الغضروف يطرى هكاك بوحدو من غيره. كان هو هذا الغضروف دير بحال شي بياسه كتكال مع المده، يعني ملي كنتزادوا بها جديده ومع طول السنين والحركه، حنا راه ماشي جالسين، كنتحركوا كنتمشاو كنقزوا كنخدموا كنطلعوا نزلوا في الدروج، يعني يوميا كاين واحد العدد ديال الحركات اللي كنديروا. وقت ما درنا حركه وقت ما طوينا وسرحنا ديك الركبه تناكلوا شويه من هذيك البياسه. الوغ مع ما كاينش نقولوا اللي غادي يفلت من هاد التاكل ديال الغضروف، يعني هذيك البياسه ولا بدا كتقدم مع ليام ياك. الوغ اللي كاين هو في الغالب الناس اللي هما تيبداو تيكبروا شويه في السن، طبيعه الحال هما اللي تيعانيوا بزاف اكثر عرضه لهذا التاكل الغضروف، لان يعني دازت سنين وهذيك السنين ولا بدا يعني كتخلي الاثر ديالها، كل نهار كيتكال واحد شي شويه سو كيفي. ملي كنوصلوا لواحد السن معين كيكون هذا المشكل، ولكن كاين بيان سور حالات اللي ما عندها علاقه مع السن وكتجعل انه هذا الغضروف ولا هذا الكريوش كيتكال. مثلا الوزن المفرط، انا تكون عندي مثلا 30 عام وعندي وزن كثير، راه هذاك التاكل ديال الغضروف راه غادي يجيني، ماشي غادي يجيني على 60 عام. علاش؟ درجي في سن صغير فوالا، لان هذاك الوزن اللي هو فايت القياس بطبيعه الحال كيهبط على الركابي، ملي تيهبط على الركابي كيتكال هذاك الغضروف كيتكال بسرعه، فهمتي؟ ما كيبقاش يعني مدي لينا واحد الفتره طويله، نو كيولي كيتكال بسرعه. دونك كيولي نفس كما قلنا يعني داك الاحتكاك ديال العظام كيولي عندنا الالم. حاجه اخرى عاوتاني مثلا حيث النساء بالخصوص هما اللي تيعانيو بزاف من هاد التاكل ديال الغضروف ديال الركبي، وهي بين قوسين هاد التاكل ديال الغضروف نتاع الركبي عندنا كثير عندنا هنا في المغرب. الا جينا قارنا راسنا مع اوروبا مثلا، هما لا، هما عندهم مشكل اخر، الورك هو اللي كيتكال عندهم بزاف وركبي تيجيو من بعد. حنا الغضروف كثر، حنا ركبي هما اللي تنعانيو منهم اكثر. فبالنسبه للنساء علاش تيعانيو اكثر من هذا التاكل ديال الغضروف؟ لان داك الهرمونات النسائيه بحال قلتي كتغذي هذاك الغضروف، كيطلقوا شي مواد اللي هما كيحافظوا على هذاك الغضروف وتيساعدوا على هذاك النمو ديال الغضروف. هو بين قوسين هذاك الغضروف كيتنمى بصفه فيزيولوجيه وبصفه عاديه عند كل شيء كل 3 شهور. غير منين كيكون واحد التوازن ما بين داك الانتاج ديالو وما بين الاستهلاك ديالو ما كاينش مشكل، ولكن ملي تيولي داك الانتاج كيكون عدم توازن، يعني كيولي الاستهلاك ديال داك الغضروف اكثر من الانتاج ديالو، هنا كيكون عندنا المشكل وكيكون عندنا المرض. فنرجعوا للنساء قلتي الهرمونات اللي كتنقطع عندهم العاده الشهريه،
انا مثلا مبغيش نستعمل داك نهائيا حتى حنا يعني، ولانه هو اصلا هو سي الياس من المحيض يعني، ماشي داك سي الياس اللي تيتكلموا عليه. للاسف ما عرفناش شكون اللي خرج هذه الكلمه. الرجال سي سيغ ما غاديش يكونوا النساء اللي يستعملوا هذا. كتقطع الدوره الشهريه لانه المراه يعني كتبقى تعطي حتى لاخر رمق يعني بحالها بحال الراجل. تماما تماما. فمني تنقطع عندها العاده الشهريه ما كيبقاش يعني داك الغضروف محمي او لا كيتغدى، فهمتيني، بداك المسائل اللي كانت كتعاونوا بهم هذوك الهرمونات. فكيولي جوستمون استهلاك ديال داك الغضروف اكثر من الانتاج ديالو. داكشي علاش كيعانيو من هاد المشاكل. حاجه اخرى الرياضيين، الوغ هنا باش نرجعوا عاوتاني للمساله ديال السن، يعني كتلقى رياضي انا تلات اللي هو وصل واحد المستوى عالي ياك غادي يدير تاكل ديال الغضروف واحد السن مبكر. علاش؟ لانه هذاك لونطريمون اللي كان كيدير وديك الرياضه اللي كان كيمارس بداك الشكل يعني اكثر من نوبه في النهار وبواحد يعني تقنيه وهداك الشيء، بيان سور هو اشنو اللي غادي يستهلك بزاف؟ غادي يستهلك هذاك المفصل، غادي يتكال هذاك الغضروف بسرعه. كيفاش هاد كثير عليه مجهود بدني كثير. غادي يتكال سو كيفي غادي يوصل كما قلت لك 25 عام 30 عام راه غادي تولي عنده هاد لاختروز ديال الركابي. دونك هنا كتشوف بانه السن بين قوسين. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه للناس اللي هما تيتزادوا بشي اعوجاج ولا شي مشكل خلقي، فهمتي، وكي هذاك داك المفصل ديال الركبه ما كيكونش عادي في الشكل ديالو. حاجه اخرى عاوتاني ملي تيكون نقصان في الطول ديال، وكتلقي رجل ناقصه على اخرى، واحد كيتزاد بهاد بشي تشوهات بين قوسين خلقيه، غادي تجعل انه داك الاستهلاك ديال الغضروف غادي يكون فايت القياس وغادي يعانيو من هذا المشكل تاع لاختروس. دونك هادو هما اهم الاسباب اللي يعني خصنا الواحد يرد لهم البال. غير واهم حاجه وحنا كنتكلموا يعني وخاصه السيدات كثرات كيسمعونا، نقطه مهمه جدا شرتي ليها على اساس انه المراه اللي تنقطع عليها الدوره الشهريه ما تقولش لك يعني حنا راه بحضور اخصائيين يعني ديال الامراض ديال النساء والتوليد دائما تيكون عندهم هذه الصعوبه مع السيدات، وانه بمجرد ما كتنقطع عليها الدوره الشهريه ما كتبقاش نهائيا تمشي عند الجينيكو ديالها، وهذا ضروري على انه الواحد يدير استشاره طبيه. لانه مع انقطاع الدوره الشهريه الا ما تخادوش الهرمونات اللي غادي يساعدوهم ويقويو لهم هذاك الغضروف، تما يقدر يعيشوا بعد يعني المضاعفات خاصه في هذا المشكل. يعني ملي كتنقطع العاده الشهريه عند السيده يعني كتبدا عندها واحد الحياه اخرى، فهمتي. بيان سور كيوقعوا شي اضطرابات في الجسد ديالها في الجسم ديالها، واحد العدد المسائل اللي كتغير، خاص يكون انتباه، فهمتي. وكيف ما قلتي خاص الواحد بيان سور يحطات ودير وقايه، يعني فوالا ماشي نتسناو حتى يوقع لينا المشكل عاد نبقاو نمشيو ندوزو كنلقاو صعوبات حنا يعني في العلاج، لان كيولي العلاج اولا مكلف وفي نفس الوقت يعني النفسيه زائد المرض بحد ذاته بزاف ديال الامور، يعني وحتى النتيجه يعني النتيجه ما كتكونش صح. كيجيو يعني في يعني كيجيو في حاله اللي هي متطوره للاسف، اللي ممكن لو كان جاو في الاول غادي يكون العلاج يعني بسيط، لا من ناحيه التكلفه ولا حتى من ناحيه ديال العلاج. بالنسبه للاعراض، لانه خاصه كاين بعض الاعراض، واش بالنسبه لتاكل الغضروف حتى هو من بين مثلا الاعراض ديالو انه في الوقيته ديال البرد كيتزادوا دوك الاعراض ولا ما كاينش علاقه؟ لا تماما، يعني هاد البرد كيبين العيب ديال شحال من حاجه شحال من حاجه اكزاكتومون. يعني هاد التاكل ديال الغضروف بصفه عامه كيف ما كان المفصل اللي هو تقاس، لان فين ما كاين شي مفصل كاين هاد الغضروف وكيمكن يتكال. حنا دابا خدينا مثال ديال الركاب ياك ديال الركبه، ولكن اي مفصل يمكن يوقع فيه هذا المشكل هذا. فجوستومون هاد التاكل ديال الغضروف ما كيتحاملش مع البرد، يعني هاد درجه الحراره اللي هي منخفضه غادي تفيق الالم ولا بد، والعكس صحيح. يعني منين كيسخن الحال الواحد كيدفى، وداك الغضروف حتى هو وداك المفصل حتى هو كيدفى والواحد كيرتاح. فوالا دونك
هذا البرد هذا غادي يفيق الالم فعلا. وكنا تكلمنا على الاعراض ديال التهاب المفاصل وذاك التشنج اللي كيعاني منه السيد او السيده مثلا في الصباح ما كيقدرش انه يتحرك خاصو ياخذ وقت ديالو. بالنسبه لتاكل الغضروف الاعراض ديال لانه في الغالب حنا كنسمعوا ملي كنتكلموا على تاكل الغضروف اهم حاجه هو تيقول لك راني تنتمشى وتنحس بحال الركبه ديالي العظام ديالهم تيطرطخوا هذاك الشيء اللي يعني ولا كتحس بانه بحال شي حاجه يعني هذاك جوستمون داك الاحتكاك ما بين داك جوج عظام كيدير هذا الصوت الوغ كيدير الترطيق كيدير التخرشيش كل واحد كيفاش كيحس به وكيفاش كيسمعوا منين ما كيكونوا شيء يعني كيكونوا داك العظام بعدين وديك الكميه كافيه ديال الغضروف راه ملي كتثني داك الركبه ديالك راه ما كتدير لك حتى شي صوت ولكن ملي كيبدا الصوت كيتسمع بلا الام حيت داكشي كيبدا بيان سور مراحل ماشي من الساعه الاولى تيجينا الالم لا تاكل ديال الغضروف فيه درجات فهمتي ففي الدرجه الاولى يعني في البدايه ديالو كاين غير داك الصداع اللي تنسمعو فقط يكون خفيف ايه تيكون بلا الم من بعد ملي الامور كتزاد كتطور وداك التاكل كيتزاد وداك الاستهلاك ديال داك الغضروف كيتزاد كيولي عندنا هذاك الصداع زياده مع الالم فالالم هنا كيختلف على الالم اللي كنا تكلمنا عليه ديال التهاب المفاصل باش نميزوا ما بيناتهم فوالا يعني الالم ديال تاكل ديال الغضروف هو الم ميكانيكي يعني منين غادي نخدم داك المفصل غادي نحس بالالم منين غادي نريح داك المفصل ما غاديش يكون الم فخاصه بالنسبه للركبي فوقاش غادي نحسوا به غادي نحسوا به الا طولنا الوقف مثلا غادي نحسوا واحد الوقيته غادي يدرونا ركبي او لا ركبه وحده على حسب يعني المشكل حاجه اخرى عاوتاني الا بدينا نطلعوا ننزلوا في الدروج غادي نحسوا بالالم ولكن الا جلسنا وارتاحينا ما كيكونش غادي يمشي داك الالم الا تكينا ولا نعسنا في الليل ما كاينش الالم فهمتي دونك هنا ماشي الالم مستمر على حسب فوق ما كنستعملوا داك مع الحركه مع الحركه كاينه حركه خدمنا داك المفصل كاين الم ريحنا داك المفصل ما كاينش الم عاود بالنسبه للركبي ملي كتكون مثلا الناس كتصلي في السجود او لا في الركوع غادي تحس بالالم لانه كاين حركه فوالا حاجه اخرى اللي يمكن تزاد على هذا التاكل ديال الغضروف ويمكن يولي الالم اسمح لي ويمكن يولي الالم يعني كنحسوا به حتى بدون حركه منين كيكون عندنا التهاب هادو حالات استثنائيه يعني نعطيك مثلا الواحد كانت عنده شي مناسبه هو ديجا عنده تاكل ديال الغضروف ديجا كاين ولكن كانت عنده شي مناسبه اللي جعلت مثلا انه طول الوقيف اكثر من القياس او لا مثلا طاح على الركبه اللي هي فيها تاكل ديال الغضروف الامور غادي تغير غادي يولي الالم اللي كان عنده ميكانيكي مغير في الحركه غادي يولي التهاب في هذيك الركبه وغادي يولي الالم دائم بلا حركه راه غادي يولي عنده الالم وغادي تنفخلو ديك الركبه وتسخن وتولي تضر اكثر من القياس وفي هذه الحاله يعني التشخيص هو اللي كيبين بالنسبه لهذا التاكل الغضروف يعني على مستوى الركبه تيكون فقط غير في جهه الركبه ولا حتى الجهه اللورانيه لانه كاين اللي ما تيعرفش انه يحدد داك الالم تيحس بحال هذاك شد العضله يعني فوق الساق يعني من مورا الركبه مباشره لا هو ملي كيكون هذا الالم المشكل اللي عنده علاقه مع تاكل ديال الغضروف الالم كنحسوا به القدام القدام وتنحسوا به في الوسط ديال الركبه إيه. يعني كاين اللي تيقول لك راه انا دارني هنا الفوق لا ما تليناش في المفصل حنا او لا تحت من الركبه هنا شي شويه لا ما تليناش يعني في الركبه نيت لانه في هذاك الخط جوستومون اللي هو دايز ما بين وكاين وكيفرق داك العظام تما فين تيكون داك الاحتكاك واخا بالنسبه تشخيص طبي كيفاش تيكون يعني التشخيص كيف ما قلتي هو انه ماشي بحال التهاب المفاصل هذاك الحريق او ذاك الالام تيكون يعني مستمر كيخلي الشخص انه يدير استشاره طبيه تاكل الغضروف كيف ما قلتي تحركنا كاين الم ما تحركناش فالواحد كيستنس به تيحاول انه يخفف من الحركه ديالو التشخيص وان كان يعني حنا كنتكلموا دائما من خلال البرامج ديالنا الوقايه خير من العلاج ما فيها باس الواحد يدير استشاره طبيه تكون واحد كونسلطاسيون خفيفه اللي ممكن انه الواحد ياخذ العلاج ديالو كما كان شي حاجه الحمد لله يعني كتكون وقايه كانت شي حاجه كتكون بعدا في مرحله متطوره حتى انه دائما كنتكلموا حنا جوج الحوايج كنفكروا فيهم انه ما نوصلوش للمضاعفات وما نوصلوش لواحد التكلفه ماديه اللي غادي ترهق الشخص
تماما. وهي دابا الخاصيه اللي قلنا بالنسبه للركبه وهذا المفصل راه هي الحركه. يعني الا خليت انا هذا المرض هذا كما قلت لك كيتطور وكاينين فيه درجات، الدرجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، الا خليت الامور كتطور غادي الحركه ديالي بيان سور غادي يوقع فيها مشكل، ما غاديش يمكن ليا نبقى نتحرك كيف كنت. وشنو اللي تيوقع هما لانك تشوفي الناس كتولي المشيه ديالهم معوجه، ما كيبقاش يقدر الواحد يمشي بسرعه، كيولي كيحس بحال ركبيه غادي يخويو به، خاصو يشد في شي حاجه، دونك تيبدا يشد في شي عكاز باش يعاون. واحد المده عاوتاني خلاها الامور زادت تطورات، حيت هذا المرض هذا ما تيتحصرش الا ما حبستيه شي بشي ادويه، واحد العدد المسائل الترويض داكشي غادي نتكلموا عليه، ما غاديش يتحسر، ما كيتحبش هو، كيبقى غادي داكشي بشويه 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 بشويه. ففي الاول تنبدا بالعكاز كنعاون به، واحد الوقيته عكاز واحد ما كيبقاش كافيني، كانوا اللي خاصني ندير جوج، واحد الوقيته دوك الجوج ما كيبقاوش كافيني، خاصني كروسه. فهمتي؟ دونك كتولي اعاقه. في الاخر كتولي اعاقه. يعني كيف ما قلتي مراحل متطوره ديال هذا التاكل الغضروف كيعطي مضاعفات، الواحد يرد ليها البال ويكون تشخيص ماشي بالضروره حتى نتسناو حتى يكون الم، على الاقل استشاره طبيه مره في 6 شهور يعني الواحد يمشي ولا يحس براسو. يعني فهمتيني، يعني واخا ما يكونش حريق واخا ما يكونش الم، من الاحسن يعني يمشي مره في هذا، يعني الواحد يدير استشاره طبيه. تشخيص طبي يعني ملي كيكون جوستومون بالنسبه للتشخيص اللسنة كيف ما كنت قلت لك هو كيدوز على واحد العدد ديال المراحل، مراحل حسب المراحل، ماشي من الساعه الاولى زيد دير الراديو نو، يعني كان كاين واحد العدد ديال الاسئله تنسولوا عليها ومهمه بزاف. كيف ما قلت لك السن ديال الشخص مهم، بطبيعه الحال طبيعه العمل، العمل اللي كان كيدير شحال هادي، لان كيف ما قلتي الا كان رياضي ومثلا جلس اولا اللي كان كيخدم في ساعات طويله وكان تماما مجهود، هذاك الشيء مهم بزاف كيعطيني فكره جوستومون على هذه الحركه اللي كيفاش كانت عنده. زياده على هذا المشكل واش كاين في العائله، لان كاين حتى العامل الوراثي ما تكلمناش عليه ولكن حتى هو مهم. فإلا كانوا عندي الوالدين او لم غير واحد فيهم كان كيعاني من مشكل ديال تاكل ديال الغضروف، عرف بانه عندي واحد النسبه كثيره باش يكون عندي هذا المرض هذا ويبان عندي بكري. دونك العامل الوراثي مهم، تنسولوا عليه حتى هو. ممارسه كيف ما قلتي ممارسه الرياضه مهمه بزاف، اش من نوع انت الرياضه، هل مثلا الا كان جا عندك شي واحد وكان في الصغر ديالو كان كيلعب الباسكت، نعطيك مثال، دونك ماشي ركابي، مفصل اخر، لان اي مفصل يمكن له تقاس بهذا الشيء هذا، وكان كيلعب الباسكت، يعني كان في فرقه وكان كيلعب بزاف واحد 6 سنين وهو كيلعب الباسكت، عرف بانه هذا السيد هذا كان المفصل اللي كان كيخدم بزاف هما الكتاف. فإلا جا ولدا كيتشكى لك من ألم في الكتف ديالو بهذا الشكل هذا اللي كنتكلموا عليه، عرف راه هذا التأكل ديال الغضروف راه غادي يجي في الكتف. فهمتي كيفاش؟ دونك يعني كاين واحد العدد ديال المعلومات اللي كنلقطوها من هاد الاسئله هذه. كتوجهكم اكثر يعني كتوجهك بطبيعه الحال. عاد بيان سور كتشوف نوعيه الالم كيفاش دايره، ملي كيجي يثبت لك الامور كيقول لك لا الا طلعت ونزلت في الدروج كنتكرفس كنلقى صعوبه كذا، هذا عاد تندوزو الفحص